تعود محمد الحجاج على المكوث في محله هذا لساعات طويلة من النهار، وذلك لكي يتمكن من تقطيع أكبر كم من هذه الحجارة المحلية التي تستخدم بكثرة في تشييد المنازل وتزيينها في المدينة. حجارة أنا بدأت فيها، كنت نعدل البناية، هذا البناية العام، نعدل المقاولة، ومن سنة 96 كثروا علينا الأجانب، ولين كثروا الأجانب عقب تطرالي أعلني الحجرة نطورها في مجال الزخرفة، وجبيت ذاك المجال عدت نعدلها على الأشكال كاملة، وبدأت الناس تبدأ فيها. وأول زيارة عنده واحدين من أهل العيون واحدين من أهل تشكجة، وبدأت لهم في المواكشوط سنة 2002. اخترت أنا نطبق بعد قانا من راسي نعدلها بعد قانا أمام الناس ياك تشوفه، وعادت الناس قابل عليها اللي هي بعد قانا قضية الممرات وقضية الزخرفة بتشوف كاملة. وبسبب الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الحجارة نشأت مصانع كثيرة أصبح أصحابها يستثمرون في صناعة هذه الحجارة من خلال تصديرها إلى مختلف المدن في البلاد. شكلت هذه الحجارة لعقود طويلة الوسيلة الوحيدة لتشييد المنازل هنا قبل أن يغزو العمران الحديث أحياء المدينة ويصبح النمط العمراني الأكثر حضورا في مختلف أحيائها. رغم انتشار العمران الحديث في مدينة العيون وتزايد إقبال السكان على استخدام المواد العصرية في بناء المنازل، ما زالت الحجارة المحلية القديمة تحافظ على مكانتها في النمط المعماري للمدينة، وإن اقتصر دورها على زخرفة المساكن وتشييد أرصفة الشوارع العمومية. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة العيون.